بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، ارحب بكم كما ارحب بهذا الجمهور الحاضر اليوم من محافظة بابل الحبيبة، هذه المحافظة العزيزة التي تتوسط العراق كما يقال عنها انها تتوسط القلوب. نحن اليوم في هذه المحافظة من اجل الاعلان الانتخابي لمرشحي تحالف قوى الدولة الوطني لمرشحي محافظة بابل. الهدف من هذه الجلسة الحوارية المباشرة مع الجمهور ومعكم أيضا جمهور محافظة بابل وأنتم أيضا، الهدف منها هو تعريف المرشحين بناخبيهم، كذلك أن يتعرف بشكل مباشر الناخبون في هذه المحافظة على الأسباب التي دعت المرشحين عن تحالف قوى الدولة الوطني للترشح، كذلك التعرف على برامجهم الانتخابية، ليكون هذا البرنامج ربما هو حلقة الوصل المباشرة ما بين المرشحين والناخبين بطريقة نستطيع القول أنها طريقة احترافية تسهل على الناخب أن يتعرف على مرشحه وأن يقيس ويمايز ويعاير بين بقية المرشحين الآخرين، لتكون لديه القناعة في الانتخابات التي سيشاركون بها بإذن الله تعالى في شهر العاشر وتحديدا 10/10 كما هو متوقع لذلك. لذلك أجدد ترحيبي بكم وبالحاضرين الكرام من محافظة بابل وكذلك بمرشحينا عن محافظة بابل عن تحالف قوى الدولة الوطني. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج هناك سياق نتعرف به من خلاله على المرشح وتسلسل المرشح والدائرة التي يشغلها المرشح، وبعد ذلك سنتحاور في موضوعة الأسباب التي دعت إلى الترشح والبرامج الانتخابية لمرشحي تحالف قوى الدولة الوطني. أبدأ الترحيب بالسيد الأستاذ النائب الحالي الأستاذ سالم حيمر الطفيلي. سيد سالم حياكم الله، أنا أعرف كثيرا حضرتك لكن أحب أن أعرفك على الجمهور وهم أيضا يتعرفون على حضرتك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرشح سالم حيمر الطفيلي عن محافظة بابل الدائرة الأولى التسلسل 57. هذه الدائرة تضم مركز محافظة بابل وناحية قضاء الكفل وناحية أبي غرق. نعم. الدائرة الانتخابية اللي أرشح عليها هي الدائرة الأولى اللي تمتد بغرق ناحية الكفل. هذه الدائرة بها يعني عدة مشاريع، بها مشروع مهم جدا يجوز يعني بعيد عن أنظار الناس، مشروع استصلاح الأراضي من ناحية السدة إلى ناحية الكفل. هذا المشروع واصل إنجازه حوالي أكثر من 50% إلى 60%، ولحد الآن متروك من التسعينات ولحد هذه اللحظة وصلت به إلى مراحل متقدمة. يعني الغرض منها هذه مناطق زراعية، مناطق طيب. زراعية، والمناطق الزراعية تحتاج إلى أنت مؤهلة لجذب. أحب حضرتك سي زينب وأتمنى أتعرف من خلالك والجمهور أيضا على سمكم ودائرتكم بشكل تفصيلي، تفضلوا. نعم، السيدة زينة فاضل تايل عواد الشمرية، مرشحة حزب المؤتمر الوطني ضمن تحالف قوى الدولة، تسلسل 43 ضمن الدائرة الثانية التي تشمل تبدأ من الصوب الصغير. نعم. واللي يشمل السياحي وفنهرة، من تبدأ من فنهرة إلى الفندية. نعم. قبل المحاويل، وتشمل جزء من مناطق الصوب الكبير اللي هي حي الصحة والحي الطيارة وتنتهي إلى بزر الحج علي. طيب. وجزء من مناطق الشارع 60. يعني سأل الأستاذ سالم بيّن. نعم. أنه واحدة من أسباب اللي دعت للترشح أنه الاستمرارية. نعم. بالخدمة، أنه عمل بالثلاث سنوات اللي فاتت حتى يقدم خدمة وتزداد هذه الخدمة ويستكمل هاي المسيرة. نعم. بس قد السؤال هنا يختلف الجنابكم، أنه أنتم مو أعضاء مجلس سابقين. نعم. فشنو الغاية اللي دعت أنه تترشحون؟ ما هي الأسباب اللي تعتقدون هي موجودة عند حضراتكم اللي أهلتكم أن تصبحون مرشحين وربما تحصلون على أحد المقاعد في مجلس النواب؟ نعم، أنا أكيد يعني أختلف وضعي تماما عن النواب السابقين. طيب. الإخوان مع احترام الحضراتهم، أنا مجال عملي
يختلف ان كوني مستثمرة نعم. وسيدة اعمال، فارمو دائما انه استثمر في بلدي، وخاصة انه بلدي موارد، يملك موارد ما تملكها دول الجوار. أه. ودائما انا يعني تجيني دعوات من خارج البلاد، مثل المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي، ونناقش هذا الموضوع طبعا الاستثمار بالعراق. فأنا ما أملك فد صفة أنه أقدر أتناقش بهذا الموضوع أو أقدر أنطي رأي، فدائما إيدي مثل ما يقولون يعني متشتفة بهذا الموضوع. أه. فأتمنى أنه أستثمر ببلادي. أنتقل بالحديث مع السيدة رفلاء. أرحب حضراتكم سيدة رفلاء، وأتمنى أن أتعرف أنا والجمهور على الاسم والتسلسل لحضرتكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المرشحة عن شمال بابل المهندسة الحقوقية رفلاء راضي عبد الكريم نصر الجحيشي، وتسلسلي 22 ضمن ائتلاف قوى الدولة. مناطق شمال بابل تشمل قضاء المحاويل بمناطقه، المشروع وإجبله وناحية الإمام، وقضاء المسيب يشمل قضاء المسيب المركز والمهناوية والسدة وأيضا الإسكندرية والإسكان. طيب سيدة رفلاء، يعني السادة اللي سبقونا من المرشحين بينوا أنه هناك اكو اسباب دعت الى الترشح. نعم. يعني فعلا اريد اعرف شنو السبب اللي دعا ان تترشح السيده رفلاء بانتخابات 21. يعني احنا حتى نبتعد عن المثاليه ونحكي الواقع. فعلا يعني احنا نحتاج فعلا نبسط الامور تماما. خلينا نحكي بواقع. انا كنت عضو مجلس محافظه سابق. بعد احداث 2019 خلاص اعتزلت الوضع السياسي ورجعت الى دائرتي. انا مهندسه، رئيس مهندسين بالشركه العامه لصناعه السيارات. طيب. ويعني اوشكت انه اكمل سنوات التقاعد واكمل دراستي، دراسه الدكتوراه بالقانون، لانه انا اكملت القانون زين، بكالوريوس وماجستير بعد الهندسه وقدمت على الدكتوراه، فهذا كان يعني مشروعي. بس حقيقه والجمهور موجود وهو يشهد، هم من طالبوني بين اعود للمشهد السياسي وان اقدم الى مجلس النواب وان يعني اظهر مره اخرى. يعني على بما احنا نحكي على يعني موضوع مناطقي. نعم. مركز تونس، مركز صحي تونس ايضا وصل لمراحل يعني متقدمه بتحويله من مركز صحي فرعي الى رئيسي، وممكن حوله الى مستشفى بالمنطقه. لا سيما وانه هواي ناس من اهلنا وناسنا بمناطقنا ما قدروا يوصلون للمستشفيات القريبه بسبب بعد المسافه. طيب. كل الشروط متوفره، الجغرافيه وعدد السكان والمناطقيه والشروط الاستراتيجيه الاخرى، لكن مع الاسف ايضا عدم وجود صوت انه في مجلس النواب بمربعنا هذا في شمال بابل. أه. من منطقتنا بالذات هي اللي حالة دون إكمال المشروع. موضوع المدارس اللي أكملنا، أنا كنت ولله الحمد كنت جزء من يعني ناس الطيبين اللي شاركنا وياهم وأكملنا. طيب. مشاريع بناء المدارس، تبرعنا بقسم من عتها في منطقة هادي العفريت ومنطقة الطاهرية ومنطقة البدعة، أيضا صار انشطار بالمدارس، كملنا إجراءاتها وقسم من عتها بنيناها وقسم من عتها تبرعنا بيها بمناطق. طيب. بمناطقنا وقسم تبرعنا باراضيها، يعني من الاراضي مالت اهلنا وناسنا بالمنطقه، اضافه الى مشروع مثلا، يعني اكو موضوع مهم وناسي في شمال بابل يعرفوا اكثرهم يشهدون، اللي هو شنو؟ اللي هو منطقه تحويل الاراضي التابعه الى المعهد والكليه التقنيه في المسيب الى مستثمر. اني وعائلتي كنت جزء من الناس اللي صدوا لهذا الموضوع. جميل. هذا تاريخها معروف، وهي قضية رأي عام أثيرت بال 2018. يعني خندق الخشب على قولتهم، انه هسه انت نتمنى التوفيق لحضرتكم سيد رفلاء. واستكمل حديثي مع سيادة النائب الأخ حسن فدعم. حياك الله سيد حسن، مرحبا بك. يعني ان شاء الله انت معرف، لكن نحتاج للجمهور وللبابليين انه نتعرف بعد اكثر على حضرتك وعلى تسلسلك وعلى الدائره اللي انت تمثلها. شكرا لك استاذ اياد، وتحيه للضيوف الكرام جميعا اللي قدموا معاك الكادر، وللحضور جميعا من المشايخ والشخصيات الحاضره. حسن فدعم الجنابي، تسلسلي 59، الدائره الثالثه جنوب بابل، اللي هي تشمل دبله، يعني من الدبله والهاشميه والقاسم والطليعه
والحمزة والشوملي وخيقان، هاي مناطق يعني مناطق جنوب بابل، والسياح جزء من عنده يمكن لحد بيرمانة أعتقد، هاي كلها هي دائرة جنوب بابل. أنا مرشح عن هذه الدائرة وأنا ابن هاي المنطقة يعني. أنت بتشوف يعني كنت معرض إلى استهداف، وكان البعض يحاول يستهدفك ربما لأنه أنت كنت تمثل جناح مهم في الحشد الشعبي اللي ضحى وغيره، أو ما أعرف ليش يعني أنت كواحد من النواب في محافظة بابل ربما كان أكو استهداف عليه، فليش ما تقعد ببيتك وتستقر وعوفك من هاي الشغلة ولا ترشح وارتاح؟ ما نعرف، مو شغلنا نقعد، شغلنا نشتغل. أنا مستهدف مو الآن يعني، في زمن نظام صدام هم ما قدرنا نسكت عن الظلم والاضطهاد والطغيان وطلعنا ضده، عشان هم نقدر نهادن ونصير حبابين ونقعد نسكت، ما قدرنا نقعد. وتعرضنا لأشكال يعني، والدي انعدم، عمي ابن عمي خالي هواية من عائلتنا انعدموا، والثبات على الخط والثبات على المنهج هو ميزه مهمه عند الانسان. المجاهدين يصير دائما صوتهم شويه عالي من يسولفون. بعض بعد سقوط نظام صدام طبعا ب 2003 تعرضت محاوله اغتيال، مو هسه يعني، مو من الصديق، كنت ما مصدي ولا موظف بالدوله اصلا. طيب. واستمر العمل، احنا عندنا منهج وعندنا مشروع وعندنا رساله، والى ان دخلنا في معترك العمل السياسي في 2011 تقريبا. وفي 2013 مجلس محافظة، ثم الحشد الشعبي في 2014 والتصدي عصابات داعش. نعم. التصدي للمشروع هو مسؤولية شرعية ووطنية، عدم التصدي يسأل عنه مو التصدي. أها. والتصدي هي اليوم من طلعت الوادب كلها شيوخ عمره 89 سنة وشباب عمرهم 16 سنة. نعم. راحوا التحقوا، ليش صدوا؟ لما كان بلدهم في خطر. المجال السياسي والعمل السياسي ايضا واجب التصدي لمن يستطيع، لمن يرى انه عنده قدره على التصدي ويعني اخذ الحقوق للناس، واجب عليه ان يتصدى وان يقف في موقف المدافع عن حقوق الناس. وخلال هذه الثلاث سنوات شفنا في مجلس النواب طبعا مع الاسف كان هناك مؤامرات كبيره يعني على اعاده العراق لبعض الدوائر اللي كان بيها الخاطئه، مثلا من اهمها كان هناك ضغوط دوليه وداخليه لاعاده مواضيع إرهابية في بابل وقضايا، وكان سبب من أسباب قتل أبنائنا في بابل هو موضوع جرف النصر. نعم. وكان هدف أساسي في هذه الدورة لبعض القوى السياسية والأطراف الدولية من أجل خلق معادلة جديدة دخل العراق مرة ثانية في دوامة الإرهاب. طيب. من 2014 متحرر جرف النصر إلى اليوم العراق آمن بفضل تحرير جرف النصر، وهناك ضغوط لإعادة طبعا طبيعتها الجغرافية وضعها يأهلها أن تصدر الإرهاب إلى بابل وغير بابل. وأستطيع أن أدعي أنا كنت أحد الأسباب الأساسية في عدم عودة الإرهاب مرة ثانية إلى بابل، لأن أنا فاهم الخارطة الإرهاب شلون تشتغل. نعم. مرة يجونا بحجة عودة النازحين، وإحنا مو ضد عودة النازحين، تعالوا رجعوا النازحين، أجدوا آلية جيد صحيحة، ويومية بحجة، يوم جثث مجهولة الهوية، يومية يطلعون سالفة في سبيل الضغط علينا من أجل إعادة بؤرة الإرهاب مرة ثانية إلى بابل. ولو عاد لا سامح الله ولن نسمح بأن تعود، ولو عاد لا سامح الله راح العراقي يشهد جولة إرهابية جديدة لم يشهدها حتى في قبل 2014. جيد، أنا أشكرك سيد حسن على هذا الحديث القيم، وأنتقل أيضا بالسؤال إلى المرشح السماح الشيخ العزيز أسعد المسلماوي أحد المشايخ العشائر في محافظة بابل. شيخ أسعد حياك الله ومرحبا بك، أنت بالتأكيد علم من أعلام بابل، لكن أيضا كدعاية انتخابية نحتاج أن يتعرف الجمهور البابلي بصورة أوسع على المرشح المسلماوي وعلى تسلسله وعلى الدائرة التي هو يمثلها. تفضل. تحياتي لك ولكل أخوتنا الحاضرين ومشايخنا ساداتنا، المرشح الشيخ أسعد بن عبد الكاظم المسلماوي، تسلسل 44، الدائرة الانتخابية الأولى. نعم. اللي تشمل مركز المدينة وقضاء الكفل امتدادا من الإمام زيد عليه السلام وأبي غرق، ونهاية الدائرة الأولى اللي هي تقريبا الثورة. نعم شيخنا، شوي اسمح لي
على اعتبار انه ويعذرون ايضا السادة النواب، لكن هذا حديث يقال في الشارع ويتهم البعض من النواب او مجلس النواب او ربما الحكومة هسه بالتقصير بغيره من الامور. الترشيخ وعندك ناس تمثلهم معروف بديرتك، ناسك على قولتهم تقبل عليك وصاحب مضيف، شنو السبب اللي يدعوك انه تروح وترشح وتدري بعض الاستهدافات تنال هسه بشكل او باخر من النواب، فليش تروح ترشح؟ خليك بمكانك وبمضيفك وانت هاي الوادي بتروح. اريد اسمع هذا الجواب من حضرتك، لكن انا مضطر اروح فاصل واسمع هذا الجواب من حضرتك. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود باذن الله. ارحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سالتك قبل الفاصل شيخ اسعد انه ما خليتها على وضعها انه الشيخ وبمضيفك والوادم تجيك، ليش اللي تصير نائب واحتمال يعني تتعرض الى ان تكون تحت الانظار او تحت النقد او تحت الاستهداف؟ تفضل. شوف استاذ اياد، احنا طبعا في منطقة يعني مناطقنا عشائرية، انا كان الترشيح ابدا مو بالي ولا مفكر في يوم انا ارشح ومتردد بالترشيح. اها، ليش هسه تسالني ليش؟ يعني الزي العربي اليوم عندنا احنا من الثوابت المجتمع العراقي. نعم. هو الزي العربي يمكن الناس تنظر له منظر خاص، منظر الهيبه والوقار. بالفعل. واتذكر يمكن مقولة السيد محمد باقر الحكيم يقول من الثوابت اللي حفظت المجتمع العراقي المرجعيه. نعم. الرشيده وشعار الحسينيه والعشائر. نعم. فالعشائر ركيزه مهمه بالمجتمع العراقي. طيب. كنت انا متردد ويعني بهالوضع هذا وهالتهم وهالتسقيط ووضع البلد. ولكن اليوم اكو عندنا مجتمع، والمجتمع اليوم من شافوا العمل والخدمه وايش قد تواصلت وياهم صار الحاح من عشائرنا مناطقنا اهلنا. طيب. كون ترشح انت يا شيخ اسعد، اذا انت ما تصديت من يتصدى بهالظروف هاي؟ وانت رجل يمكن عندك مضيف ممكن نعاتبك، نقعد يمك، نسولف وياك، نقول لك ترى هاي مظلوميتنا، ماكو فد اطر حتى نوصل اليك. نعم. انت راسا طب للمضيف ونقعد يمك ونسولف. انا احتاج يعني في البارت الاخير من هذا البرنامج جمهور ايضا يعني شاركنا في هذا الراي. احنا اليوم يعني هناك تساؤلات لدى الشارع البابلي، وهذه التساؤلات ربما تكون مشروعة، يعني بعض هذه التساؤلات ربما يرقى إلى مستوى الشبهات. فحتى نكون منصفين، حتى نكون حياديين، حتى نكون صادقين مع الله وأنفسنا والجمهور اللي يتابعنا، طبعا احنا سوينا سيرش وبحث قبل أن نلتقي حضراتكم حتى نسلط الضوء على بعض ما يشاع أو يقال أو يدور حول بعض المرشحين، ربما تحالف قوى الدولة نموذج في هذا الموضوع. لذلك أنا عندي مجموعة من التساؤلات الشارع أحب أسألها، يعني أعود مرة أخرى إلى الأستاذ العزيز سالم الطفيلي. سيد سالم، يعني جنابك كنت نائب في لجنة الاستثمار النيابية، قد يرد سؤال هنا مهم أنه ليش ما تم معالجة ملف الاستثمار في محافظة بابل؟ وليش دائما اكو اخفاق في ملف الاستثمار؟ وشنو ممكن تكون المعالجه؟ نعم. يعني انا كنت في لجنه الاقتصاد والاستثمار. نعم. المشاريع الاستثماريه الموجوده في العراق. نعم. 1500 مشروع بإجازة استثماريه ومتلكئ. أها. اللي شفته بهذه الفتره في محافظه بابل. نعم. اي مشروع استثماري بمساومات بتلك من مؤسسات الدولة. طيب. المستثمر يروح بنفسه، يعني باقي دول العالم انت مستثمر تريد فرصة استثمارية تلقي الفرصة الاستثمارية جاهزة. اها. رأسا تقدم تاخذ الفرصة الاستثمارية. طيب. بنى تحتية، موافقات بلدية، موافقة عقارات الدولة كلها جاهزة، ولكن اليوم بالعراق اللي يريد له فرصة استثمارية يروح يدور الفرصة الاستثمارية وين؟ يا دائرة بالبلدية بعقارات الدولة ويكمل معاملات. ماكو شفافية. لا ماكو شفافية ومساومات، ولحد هذه الساعة. أه. مساومات. طيب شو ممكن يكون الحل؟ يعني حاولنا أن نختصر هذا الموضوع. إيه؟ نحتاج إلى بناء مؤسسات رصينة، نحتاج إلى ناس ضمائر حية تشتغل بالبلد،
ايش قد ممكن تخدم الحديث عن برنامج الحوكمه او الحكومه الالكترونيه، ايش قد تخدمه بهذا المجال؟ لا انا اقول لك برنامج الحوكمه نعم. يعني 80-90% هو يقضي على هذه المشاكل. اليوم محافظه بابل تحتاج الى ناس شرفاء، وهناك فرص استثماريه في محافظه بابل، مشاريع زراعيه موجوده، قطع صناعية موجودة. السيدة زينب شاركتنا أيضا بالحديث، وإحنا أيضا لأنه المساحة حديث السيد سالم ربما قريبة وهي حديث عن الاستثمار في هذا الإطار. يعني أنت سيدة أعمال، لديك حضور، لديك مشاريع سواء في محافظة بابل أو غيرها، قد يجي السؤال هنا مهم، أنه أنت إذا الله مفضل ومرتاحة في أداء عملك وناجحة مثل ما تتحدثين في مجال الاستثمار، ليش تجين المجال التشريع مجلس النواب؟ هو ابقي في مجالك، امضي ويعني انجحي اكثر في مجال الاستثمار. ما قدرت استاذي. ها نعم طبعا، لان استثمار وحده اي يعني ما قدرت، لازم اكو عندي فد قوه اقدر انا يعني. سبقني الاخ استاذ سالم بالمساومات. نعم. وال وممنوع انه احد يدخل على الاستثمار اذا ما يعني خلاص يدفع. هاي سبقني شرحها بالتمام، اللي انا ردت اقوله قاله هو كله بالضبط. يعني طيب. احنا ما عندنا فرصه للاستثمار بالبلد. احنا فرصه الاستثمار هو لخدمه ابناء شعبنا. نعم. يعني مو عن يعني احنا ما نستثمر عمود نزود اموالنا او بلدنا به موارد حتى نخدم الشعب به، نخدم ابنائنا، نقضى على البطاله، نحسن طيب. الوضع المعيشي مال الشباب. هاي يعني الشباب فعلاً اللي هسه تعاوننا على الاستثمار ممكن ان يساهم برفع الاقتصاد طبعا العراقي طبعا طبعا ويحد طبعاً. من نسبه البطاله هاي المشكله الرئيسيه. التجارب بالعالم تقول هذا الشيء. نعم. انت نعم. شايفه يعني اي نعم استاذ، هاي المشكله الرئيسيه بالبلد نحن. أها. لو نقضى عليها ينتهي كل المشاكل الباقيه. انت من ترفع المستوى المعيشي للفرد العراقي راح تكون كل هاي مشاكله. اولويتك ان شاء الله احنا في مجلس النواب. طبعا هو هاي من اولويته بالضبط، هو هذا موضوعي اللي انا سعيت انه ادخل من خلاله لقبه البرلمان. طيب وان شاء الله الله يمكننا على تحقيق اهدافنا بعد ان شاء الله. الله نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله. مما يثار من الشبهات سيده رفلاء انه عندما كانت السيده رفلاء عضو مجلس محافظه بابل بالعام يقول كان خيرها شلون احنا عندنا مثل يقول نذر عياده إلى ولاولاده، فانه كان الخير لها ولاهلها بس. لا كانت على شمال بابل، هي كانت تروح على شمال بابل. ما ادري خلينا نسمع من عندها، انا هذا اللي سمعته. همزين سووها دوائر متعدده على مود هي بعد. تفضلي استاذ رفلاء. والله بصراحه يعني هذا كان حتى يعني نقاشنا ويا اخواتنا بداخل مجلس المحافظه، وشهد لي الاستاذ الاخ المجاهد الحج حسن فدعم بهذا الموضوع. كنت يعني دائما بخلاف مجلس المحافظه وصراع على انه انا اداعي بشمال بابل شمال بابل شمال بابل. يقولوا لي انت عضوه مجلس محافظه عن محافظه بابل كلها، ليش تحكين بس عن شمال بابل؟ ما تشتغل دوائر متعدده هاي مجهزه حالها من زمان. يعني لانه اهلك وناسك بي. لا مو هي الحقيقه انه شمال بابل تتميز بخصوصيه انه عندها مظلوميه مو طبيعيه. يعني المستثمر ما يجي على المشاريع اللي بشمال بابل. الاحالات ما تجي على شمال بابل. البلديات دائما بآلياتها وامكانياتها تكون قليله جدا في شمال بابل. وخل احكي لك بعد اكثر، التنفيذيين بالدوائر المهمه جدا هم اصلهم عاده مو من شمال بابل ويعملون في شمال بابل. طيب فهي هاي مظلوميه لو مو مظلوميه؟ زين يعني انا من انبثقت من هذا المجتمع من شمال بابل واعرف اني هاي المظلوميه، يعني حق ناسي علي انه ادافع عن هذا الموضوع. سيد حسن، مما يقال في الوسط البابلي عن المرشح الاستاذ حسن فدعم انك انت داعم للمحافظ بشكل كبير، والسيد حسن منديل يعني انت قريب من عنده كلش، وربما الدعم على الحلوه وعلى المره، فما ادري هسه هذه هم يعتقدون اهل بابل مو صحيح هذا الشيء. يعني من مرشح يمثل بابل كلها كحسن فدعم انه انت كلش قريب وداعم لاي شيء للمحافظ كان. بالفعل هاي يعني حديث طويل بهاي الموضوع، لكن طيب. بشكل عام انا داعم لكل المحافظين اللي اجوا كمنصب محافظ. يعني يوم تدري المحافظه بدون محافظ تايهه. كل المحافظين هسه جايك لو سيد حسن منديل لانه من كتله اللي انت تمثلها. لا حتى قبل في 2018 موازنه بابل كانت 630 مليار،
طبعا قاتلنا حرب صارت عركة مجلس نعم. النواب كل من يأخذ محافظته زين والنواب السابقين هسه الحاج أبو علاء يدرون صارت لك يا طويل الذراع هي من تجي الموازنة ايه؟ كل من يجي عارك على محافظته ايش قد يقدر يحقق لها إيرادات وبحجج طبعا مرة حققت مناطق محررة مرة مثل شنو زين أعلى رقم حققناه 630 مليار هيا سنة 2018 أها زين هاي المبالغ من تجي يكون تجي أكو محافظ محافظة مستقرة بيها محافظ وبيها صحيح. نواب وبيها على مود يشتغلون هاي صحيح. الإجراءات التعاقدية إجراءات معقدة ويراد لها وقت ويراد لها جهد متابعة ما لم يقف مجلس النواب ونواب المحافظة داعمين للمحافظ إذا بقوا قاعدين لركبة ونص طويلة وقصيرة وهذا ما يقدر يشتغل نهائيا فدعمت كرار من اشتغل كرار دعمته للعمل لكن لما صارت إجراءات قضائية وقانونية كرار العبادي كرار العبادي كمحافظ يعني كمصدر نعم محافظ نعم لكن لما صارت إجراءات قضائية عليه دعمنا إجراءات قضائية والقانونية ما نقف داعمين لشخص المحافظ ندعم المشاريع وإنجاز المشاريع طيب وإذا كان المحافظ عقبة في إنجاز المشاريع ندعم الإجراءات القانونية في إزالته أها وكذلك صار وراء محافظ حبيب الحلاوي وهو من العصائب أول واحد خابره من النواباني قلت له أنا نائب عن الحكمة في بغداد لكن أنا إيش تحتاج في أي وزارة أنا جندي إلك وين تريد بس كون يصير إنجاز يصير عمل يصير مشاريع وكذلك الأستاذ حسن مدير المحافظ الحالي وجاي ما شاء الله نواب بابل هذه المرة يعني هذه الدورة كان نواب جيد يعني مؤثرين داخل مجلس النواب بعضهم رؤساء كتل بعضهم رؤساء لجان وكنا نرافقه في أغلب الزيارات للوزارات فأصل الدعم هو دعم للمحافظة دعم للمحافظة وهذه الموازنة في 2021 أيضا استطعنا تحقيق موازنة جيدة ما لم ندعم إجراءات المحافظة في الإحالة ما راح يقدر يشتغل شيخ أسعد يعني إن شاء الله صدرك رحب لبعض ما يثار من الشارع البابلي يقال إن الشيخ لازم يكون صدره شوية أحسنتي بعد محمل يقولون عن الشيخ فيقال إنه حركة شيخ أسعد وهو مرشح إلى مجلس النواب حركة دؤوبة حركة مستمرة يواصل الليل بالنهار وين ذاك شيخ أسعد من كان عضو مجلس محافظة شو ما كنا نشوف هيك عنده حركة هسه أنا أختلف وياك بهذا الرأي هذا ها والله لأنه هسه أنا ما أدري أنا أنقل أعتقد ولست متبني أقول أكيد أنا أعتقد زين. بأنه أكو من جمهوري أنا من كنت عضو مجلس محافظة نايم عند أهلي شباب يمكن شباب الجمهور هو حاكم هو الفيصل عم بحظكم عم بحظكم بختكم يا يعني. لا عفوا فأقول يعني فأستاذ يعني أعتقد طيب. بأنه شوف هسه هاي جزء مو صحيح يلا هسه هاي فرصة لك لعد عيلة شو اسوي لك عم مو عيلة هذه فرصة حتى انت تحكي بعد اللي تريده يلا الله يسلمك ايه استاذ العزيز انا اشتغلت في مجلس محافظة بابل وصار عندي تصور عن محافظة بابل محافظة بابل محافظة فقيرة ما بيها لا موارد نفطية ولا اكو عندنا موانئ ولا عندنا حدود حتى نقدر نستوفي محافظة بابل يجب ان يكون لها خطة واقعية ممكن تنهض ولكن طيب. اولا الخطة تكون تنفذ عن طريق الحكومة المركزية الحكومة المحلية قاصرة ما عدها حلول اليوم الحلول بالوزارات هسه لو أرجع إليك أقول لك يا المناطق الزراعية المناطق الزراعية اللي هي أبو غرق الأوساط تجي على خفاجة بصوب الخنيفر الجهة الثانية على توصل للإمام زيد عليه السلام نعم. هاي المناطق ما واصلها مي ممكن إذا وفرت لها مي وتجيب لها فد يعني نهرين أو نهر واحد نعم راح تحقق هدفين بيها أولاً راح يكون لك مزارع واسعة نعم. ثانية بعد ابن الريف ما راح ينافس ابن المدينة ما يروح يركض وراه يحط له بسطة لو كذا لو يروح طيب. ينافس على شكراً أستاذ حسن وكذلك الشكر لشيخ أسعد والمرشحين السيدة رفلا والسيدة زينب والأستاذ سالم الطفيلي كذلك أيضاً مشاهدين الكرام الشكر لجمهور البابلي اللي حضر في هذا الإعلان الانتخابي لمرشحي تحالف قوى الدولة الوطني عن محافظة بابل احنا دائما نقول هذا الكلام انه بالمحصلة هو القرار قراركم والاختيار اختياركم ربما تكون هذه المشافهة مع المرشحين بحضور جمهور غدا سيكون يعني معاتبا او سيكون دليلا على الكلام اللي قيل في هذه الجلسة وانتم ايضا من تسمعون وتشاهدون سيكون لكم رأي في هذا الاختيار الاهم من كل هذا هو دقة الاختيار ومثلها بالاهمية هو ضرورة المشاركة
لا نفسح المجال أن نترك المشاركة، الخيارات متعددة، الحديث والمشافهة ربما تكون جزء من صنع القناعة لدى الناخبين حتى يعرف كيف يختار وما هي آلية الاختيار الصحيح. مرة أخرى أشكر مشاهدينا ومرشحينا والجمهور البابلي اللي كان كريم باحتضان هذه الجلسة الحوارية. نلتقيكم في حوارات أخرى مع مرشحين آخرين في محافظات أخرى بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت في أمان الله، شكرا جزيلا.